ليه ما خليتناش نتعشى مع المعازيم؟ عشان نختلف بعض يا زوجتي العزيزة. بس أنا هموت من الجوع. للدرجة دي مفجوعة يا حبيبتي؟ إيه ده؟ أنت رايح فين؟ الفيلا مش من هنا. فيلة إيه؟ الفيلا بتاعتي. إحنا رايحين على عيش الزوجية. بيتي. بجوزك. بس إحنا اتفقنا نعيش في الفيلا بتاعتي. ده عند هنص هناك. إيه هنص؟ إيه الألفاظ البلدي بتاعتك دي؟ وبعدين هي الرجولة إنك ترجع في كلامك؟ الرجولة ما راحت على إيديك يا بنت وهبة. هيبقى عشرة منك. تعال يا حبيبي. تعال يا لولو. بس تعال انزل. ده بقى اللي تشخليك تخرج بره البيت. تعال امشي. يا اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. منوره بيتك يا عروس. ايه ده؟ مين دي؟ دي جدعانه. الفام ده شامر حاجه زي كده. ايه ده؟ فضلت خير البطار. الله، ده انا بحبها قوي. طب الشفره وروح يا جدعان. حاضر. ازاي تسمع كلامك وما تسمعش كلامي؟ من هنا ورايح لا هتسمع كلامي ولا هتسمع كلامي. ليه؟ جدعانه كانت بتخدمني لاني راجل عازب، انما بما اني دلوقتي اتجوزت واحده شاطره زيك، فانت يا حلوه اللي هتقومي بشغل البيت. ايه رايك بقى في الزنزانه بتاعتك دي؟ اوه مون ديو، عمري ما تصورت ان الزنزانه بتاعتي تجنن بالشكل ده. لا ممتاز، هتجنني اكتر. اتجوزتني بقى عشان تنتقم مني؟ امال عشان خاطر سواد عينيكي؟ انت ناسي انك حرمتيني من نعمه الجواز؟ تفتكر الجوازه دي في صالح مين فين؟ أنا ولا أنت؟ في صالحك أنت طبعًا. ليه؟ لأنك اترحمتي من السجن. وأنت؟ مستفيد إيه من الجوازة دي؟ إلها هدومك وأنت تعرفي. إيه ده؟ إيه التوحش والهمجية بتاعتك؟ خليك إنسان متحضر. هو الإنسان المتحضر بينام بهدومه برضه؟ انت ما اديتنيش فرصة لا اتعشى ولا اجيب هدوم. هتتعشى. الهدوم اهي. بتاعت مين دي؟ بتاعت المرحومة. انا ما بلبسش هدوم ميتين. يا استاذ توفيق بره. اهلا اهلا يا توفيق بيه. هلو عباس. اهلا. تنظير، بعت لك تذكرتين دول عشان باريس. وايه المناسبة؟ شهر العسل. كتر الف خيرها، بس انا مش هسيب بيتي طول مده شهر العسل. راجع لها التذاكر وبلغها تحياتي. اوكي عباس، في موضوع عايز اكلمك فيه. انت عارف ان انا وعصمت عمرنا ما حبينا بعض، هي بس فلوس عند زهيره كانت مغريه شويه، وانت عارف عند زهيره كانت عايزه تجوزنا لبعض، وانا اي دونت كير يعني اي حاجه. مش عايز الموضوع ده يعمل بيننا وبعض حساسيات. اوكي، ومن النهارده تعتبرني صديق ليك ولعصمت. صديق ليا؟ اهلا وسهلا. مش هنسى انك انت ابن عمها. طب لو سمحت اقبل مني الهدية دي عشان نحس ان احنا عيلة واحدة. ماشي، مقبولة منك. دي شوكولاتة بتعمل في فرنسا مخصوص للعرسان في ليلة جوازهم. طب وايه اللي دخل الشوكولاتة في ليلة الجواز يعني؟ ازاي؟ دي تهديه دي انرجي فظيع عشان خاطر انت. اوكي؟ اوكي. يلا باي. باي. اه عبس. نعم. اشرب كوباية شاي بعد الشوكولاتة دي. تدعي لي. باي. باي. لو خد حته واحده هتكتم على نفسه وينام طول الليل زي القتيل. يلا بقى بينا عبد الله. اوكي. وقال اكل واشرب وراها شاي ولا اقلبها بالشاي؟
الو. ما هو لازم تكون انت. نعم يا اسم رزوق. ها كلت البطارخ بتاعتي؟ عايزك تاكلها وتدعيني ربنا يوفقك. ما تنقش يا مرزوق وخلي الليله تعدي على خير. اكلت نص كيلو بطارخ يا مفجوعة؟ صحتك يا عندي كده. وكمان شربت الشاي؟ ايوه عصمت. اهلا يا حبيبي. مالك؟ الله انت بتعيطي ليه؟ عيني يا عمتي. يا بطني العنتيل سمني يا عمتي. العنتيل سمني. طمني يا دكتور. واضح انها حاله تلبك معه جامد. هي لها بتاع نص كيلو بطارخ. تجيب لها الدواء ده دلوقتي تاكل الاسبوع مثلا. حاضر. اتفضل. خير يا دكتور. بلاش موضوع المخدرات ده تاني لانها تعبتها قوي. مخدرات؟ واضح ان المدام واخده كميه كبيره قوي من المخدرات. على العموم اطمن الموضوع ده هيفضل سر بينا. مبروك يا عريس. ايه الاخبار؟ نقلوا العنتيل ده المستشفى؟ دي عصمت اللي كانوا حيننوها المستشفى لولا ربنا ستر وانقذناها في اخر لحظه. هي ايه كانت مشوكولاته ولا ايه؟ شوكولاته ايه؟ الشوكولاته اللي مليانه مخدرات. مخدرات؟ مخدرات ايه؟ حضرتك بعتيه توفيق امبارح بتذاكر السفر. قدم لي حضرته علبه شوكولاته بمناسبه جوازي. النهارده الدكتور اكد لي ان عصمت كان ممكن تموت فيها نتيجه اكلها للشوكولاته دي. صحيح الكلام ده يا توفيق؟ ما تصدقيهوش يا طنط ده كذاب. ده عامل كل الحكايه دي عشان يخلص من عصمت. دي لازم تطلق حالا. شوف يا توفيق انا كان ممكن اقدم فيك بلاغ للنيابه واتهمك بقتل عصمت بنت عمك، لكن عشان احنا بقينا قرايب هفوت لك المره دي. لكن قسما عظما لو عملت حاجه تانية او هوبت ناحيه بيتي انا مش هحلف، مش هقول لك انا هعمل ايه. اوكي؟ ها انت كده انت تعمل حاجه زي دي؟ لازم اتجنن يا طنط لما يجي واحد زي ده ويخطف عصمت من البيت. حاجه تقرف صحيح. شوف يا توفيق من النهارده حسك عينك انك تهون ناحيه عصمت. دي بعد في عصمت راجل راجل. طب اجيب لك الدكتور. الوجع فين؟ هنا؟ هنا؟ امال فين؟ مش عارف. طب بلاش عندي يا بنت الناس واجيب لك الدكتور احسن. انت مش عايزني اخف، انت اكيد عايز تنتقم مني وتموتني. ده انا الشخص الوحيد اللي يهمه انك ما تموتيش. ليه؟ بتحبني؟ لا مش مساله حب. امال مساله ايه؟ انك تأدي واجبك كزوجه وتخليني اخف. وانا في ايدي ايه اقدر اعمله؟ خلي الدكتوره مارجريت تقول لك تعملي ايه. مين الدكتوره مارجريت دي يا ستي؟ الدكتوره اللي بتعالجني واكدت لي ان انا هخف على ايد الست اللي انا هتجوزها. من فضلك احنا ما اتفقناش على الكلام الفارغ ده. كلام فارغ؟ ما انا متجوزك ليه؟ عشان نلعب مع بعض كوتشينه؟ انا ما وافقتش على الجوازه دي لما اكدوا لي اننا هنبقى زي الاخوات. اخوات؟ انا مش ناقص اخوات. ما
امسك الكلب عشان اعرف اتكلم معاك. فندم عايز انت كمان. ما تحاولش تغزي العين، باين عليك نعمه الجواز. اكيد البطارخ بتاعتي عملت عمايلها. فعلا عملت عمايلها. ابعت لك نص كيلو تاني؟ انا في عرضك كفايه اللي حصل لي بسبب البطارخ بتاعتك دي. يبقى سويت الهوايه لعبس. وانا كنت دقتها عصمت اللي كانتها كلها. يبقى وريتك الجنه ونعيمها. فعلا وريتني الجنه ونعيمها. البنت حصلها تلبك معوي. يا راجل يا راجل ارحمني بقى. كفايه انا حلقها منك ولا بالتوفيق ولا منها. يلا حضر طيب. مقدرش اعلي صوتي اكتر من كده. اسمع يا توفيق، لعبه الشوكولاته انا اللي كنت هتدبس فيها. ها انت لازم تبطلي تفاصيل. اسمعي بقى، عشان ينفذ الخطه اللي اتفقنا عليها لازم تقنعي سبتاعي اللي عندك ده انك تاخديه وتخرجي بيه بره البيت، وسيبي بقى الباقي عليا. عينا اهلا. حجزتي لي تذكرتين باريس؟ ايوه 17 مارس. لا فيزا كارد. انت رايح باريس بجد؟ لا بالطياره. ايه لازم ده توب سيكريت يا حبوب. اتفضل تذاكر. ميرسي باي باي. مرقة مرقة. مرقة تعال. تسلم ايدك حبيبي، شوربة جميلة. ألف أنا وشفا. كنت عايزة أقول لك على حاجة بس خايفة لا تزعل. حاجة إيه تاني؟ نبازل أخوات؟ بلاش نتكلم في الموضوع ده. نتكلم فيه بعدين. قولي إيه الحاجة؟ اتكلمت في التليفون من وراك. آه. أو كنت كلمت توفيق. الإنسان ما عندوش لا أخلاق ولا ضمير. أنا مش عارف كنت هتتجوزي إزاي ده. بصراحة لولا خناقتي معاك في الفيلا كنت هتدبس في جوازتي مع توفيق. عشان تخلصي من توفيق تخلص عليا أنا. أنت ليه بتفكرني بالحكاية دي؟ خلينا أتمتع بشرب الشرب. الدرجة دي الشرب عجبتك؟ أوي أوي أوي. سلام لو تفضلي حالك كده على طول كنت انا وانت سوينا الهوايل. يعني ايه سوينا الهوايل؟ سيبيلي نفسك انت بس وانا اوريك ازاي هنسوي الهوايل. بس انا زهقت من قعده البيت، ما تيجي نخرج نتفسح في اي حته؟ لا انا ما اقدرش اخرج معاكي بعد ما الغردقه كلها عرفت انك عملتي لي عاهه مستديمه. ومين قال لك انه حد هيشوفني؟ انا هاخدك في حته ما فيهاش حد غير انا وانت بس، وهناك هسلمك نفسي وهنسوي الهوايل. يظهر يا بنت ليه هتخليني انسى الاسوأ اللي في قلبي من ناحيتك. بركاتك يا دكتوره مارجريت، بركاتك. انت ايه لابسه؟ هدومك. ايه المكان الجميل اللي انت جايباني فيه ده؟ ها؟ الله 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 الله. هي ناوية على ايه بالظبط؟ مش عارف. علمي علمك. يا دنيا
حلوة كده، عمري ما شفتك حلوة كده ولا غنيت لي غنوة كده. لا او كده. يا سلام لو الواحد يعيش في الجزيرة دي طول العمر. بس هناكل ازاي؟ ناكل بعض. انت بتحب السيفود؟ انا اكلت سمك وجمبري واستاكوزا بقى في جسمي كمية فسفور تنور الجزيرة دي كلها. بس عايز اقول لك حاجة، اللي يعيش في الجزيرة دي تبقى ساقعة قوي بالليل. ما احنا لما نخش في حضن بعض هندف بعض وساعتها العرق هينزل من جسمنا زي المطر. كنت عايز اقول لك حاجة كم بلاش بقى. لا قول، احنا جايين هنا عشان نفتح قلوبنا لبعض. اديني قطة. ايه؟ قطة يعني ايه؟ بوسة. اه طب بص، احنا نلعب استغماية واللي يمسك التاني هو اللي يقطه، موافق؟ ماشي. جاهز؟ هتعرفني من صوتي. ماشي. اصمت. ايوه. شحات ومد ايديا محسنين الغرام. لله 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 روح لله يا شحاتي للغرام على الله. اصمت. شفتك حلوة كده ولا غنيت لي غنوة كده. اسمع اسمع، انا همسكك يعني همسكك همسكك يعني همسكك. يا دي الحظ المنيل، المطار عطل فضله. يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس. امسك يا مدام. هات ايوه امسك الحبل واربطه قدام. الله ينور عليك. تمام كده، شدك شدك. ها شدك. أيوة تمام شد. تمام الله ينور عليك الله ينور عليك. كويس كده كويس كده. ايه ايه المطار عطلان ولا ايه؟ تشكر يا ريس. العفو يا مدام، لو سمحتي معانا واحد عيان جوه، ممكن تاخديه البركه؟ تحت امرك. هجيبهولك حالا. تفتكروا هنلحق توفيق في المطار؟ ده التاثير المدير اسمي دي معايا. ايوه ايوه برعب وبرعب. اوه لا 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 امسكي ايه، حطي دي في الميه ده تحت ده. لا حطي دي العكس خلي العكس خلي العكس. لا تحطي دي في الميه تحت مني. لا تحطي على ايدك. ده واحد خيرني بين الجواز او السجن. لكن في النهاية قبلتي انك تتجوزيه، ومدام راحتك من السجن كان الواجب ترديله الجميل وتواسيه على المصيبة اللي انت سببتها له. انا كنت اعرف منين انه هتحصل مصيبة زي دي؟ قولي لي يا عمتي كنت اعرف منين؟ بعدين يرضيكي يا عمتي ان انا اتجوز واحد لا بحبه ولا بيحبني. اه عندك حق، سامحيني يا بنتي، انا اللي سببت لك في الورطة دي.
بس انا كان غرض يعني ارحمك من السجن وبهدلته.